شفتوا؟ هاني كان مجرد فكرة بنحاول نأكد بيها إنه مفيش حاجة اسمها كاهن عبدة الشيطان، وإن كل ده عبث، وإنه من أول الحلقة بأكد على إن كل ده كلام فارغ. لو أنا كنت عاوزة أعمل شو على فكرة، وإن فقرتي كانت ملهاش هدف، كنت بنيت الحلقة كلها على وجود الكاهن ده من أول ثانية. على فكرة الكاهن ده تحضيره والمكياج والإكسسوارات اللي اتحطت له مكلفة جدا، ومع ذلك حطيناه في آخر جزء من الحلقة، ما تعدتش الربع ساعة أو التلت ساعة، والحلقة كلها كان مدتها 3 ساعات، بس علشان نكشف الحقيقة ونفهم الشباب والناس. يعني لا تجرنا بالموضوع ولا استفدنا من شكل هاني بعد المكياج عشان نعمل مشاهدات ونشد الناس. فقرة في آخر الحلقة عشان أقول إنه مفيش حاجة اسمها كاهن عبدة الشيطان. الشباب مصدق ومغيبين، وإنت حضرتك عاوزني أقف أتفرج عليهم؟ مش هتفرج عليهم، وهواجه الأفكار الشاذة دي على فكرة، وهتكلم. لو حضرتك بقى معترض يبقى عندك سبب إحنا ما نعرفوش، إنت الوحيد اللي تعرفه. خلينا نسأل سؤال، ما هو دور الإعلام؟ أنا هجاوب، دور الإعلام إنه يسلط الضوء على أي ظاهرة سواء كانت إيجابية أو سلبية، سواء عجباك أو مش عجباك. فما بالك بقى لو ظاهرة زي ظاهرة استقطاب الشباب وتدمير عقولهم. كمان كان في بوست الحقيقة استوقفني ومهم جدا أتكلم عنه. مكتوب في البوست ده: أنتم اللي هو إحنا لن يرحمكم الله. لن يرحمكم الله مرة واحدة كده؟ أولا حضرتك لما تتكلم باسم الدين لازم تبقى بتفهم في الدين، ودي مصيبتنا. ما تتقولش على الله، انت لازم تكون فقيه في الدين علشان تقول الكلام ده، لأن ده موضوع كبير جدا. الحكم اللي حضرتك حكمته علينا اسمه تأليه، بتأله نفسك على الله، يعني جعلت نفسك إله مع الله. ومحدد كمان انه لن يرحمنا. يا سيدي يمكن احنا غلطانين وربنا عفى، او عفى الله عن المبتلى بالمعصية وتاب على المعاصي. من فضلك بطل فتي في الدين، خصوصا انك مش رجل دين ومش مؤهل لده. ومش كل حاجة في حياتنا اللي مش عاجبنا نقول عليه حرام. لحد امتى؟ بطلوا تحليل وتحريم في جملة مفيدة يا جماعة، وشوفوا العيب والأصول الأول، وسيبوا الحلال والحرام لأهل الدين. لن يرحمكم الله كلمة كبيرة جدا، وده دليل على إنك مش عارف حاجة في الدين. ولو كلامي غلط عايزين ننزل يا جماعة رقم التليفون موجود على الشاشة، وعاوزة أي شيخ يتصل يغلطني. نشوف مع بعض بقية البوستات ونماذج من التعليقات اللي جت لينا على حلقة الكاهن. التعليقات دي بتثبت انه اللي بيعلق ده ما شافش الحلقة لا اولها ولا اخرها، هو بس سمع. وده يا جماعة مشاكلنا ومصيبتنا، دايما بنسمع نسمع لكن ما بنشوفش، وبنتكلم اكتر ما بنشوف وبنسمع. سمعوا من حد قال لهم: والله لو كنت شفت الحلقة ما كنت كتبت التعليق ده ولا انتقدت. طيب خلونا بقى هنجر خط بقى ونقفل الموضوع ده خلاص، وخلونا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة اللي مرتبط بصفحة تحت الأرض الأصلية اللي تسألنا في الحلقة اللي فاتت: هل ليها علاقة بتفجيرات طنطا واسكندرية، ولا مجرد محاولة لتخويف الناس من الصفحة وإيهامهم إنهم ليهم علاقة باللي حصل؟ في حلقة النهاردة هنتكلم عن شاب اسمه أشرف ربيع درويش. الشاب ده مقبوض عليه ومحبوس حاليا بتهمة نشر بوستات على صفحة تحت الأرض، وإنه واحد من الأدمن على الصفحة. بعد الفاصل هنعرف قصته.